بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بكل مشاهدي ومتابعي برنامج ست البيت وحلقة جديدة من حي الأزهري مربع 9. اليوم نتحدث عن الفراغ وتأثيراته على الشباب. تأكيد له تأثيرات سلبية كثيرة جدا، وقد تقود الشاب إلى طرق صعبة جدا أكيد، وبعد ذلك يكون في صعوبة إنه الأسرة يتتاركوا هذا الطريق. من البداية لازم نهيئ لهم أو نعلمهم كيف يستفيدوا من فراغهم وكيف يوظفوا التوظيف السليم. احنا واقفين امام منزل الدكتوره ابتسام محمود، اتفضلوا معنا كل مشاهدي ومتابعي حلقتنا اليوم لهذه الحلقه. السلام عليكم. كيف يا دكتوره؟ كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. تسلمي ان شاء الله. كيف صحتك؟ ان شاء الله طيبين. الله يبارك فيك. تسلمي. تسلمي. اهلا وسهلا ومرحب بكم قناه طيبه في منزلنا، ومرحب ببرنامج ست البيت. انا سعيده جدا تكونوا معنا اليوم، ومعي صديقاتي وحبيباتي هناء صديق، هي عديلتي وساكنه في الشقه فوق لينا، وبنتي وشابه، وابتسام ساعتي هي صديقه وشغاله معي في مركزي. واهلا ومرحب بك، وسعيدين انه اليوم نناقش قضايا مهمه تفيد المجتمع ان شاء الله. اهلا مرحبا بك كثير دكتوره ابتسام، ونحن اكثر سعاده اكيد بوجودنا معاكم اليوم، وسعاده كثير كمان بوجود الاخوات ابتسام وهناء صديق. مرحبا بكم كثير. وحديث عن الشباب، وقلتهم شباب، فعلا كلنا شباب حتى بي حتى بيكي اكيد. مرحبا بك كثير دكتوره ابتسام. والشباب هي المرحله العمريه بيكون الانسان ممتلئ فيها بالطاقات، ولا بد من توظيف هذه الطاقات توظيف سليم، عشان ما يكون في ندم بعد ذاك لما تيجي مراحل عمريه ثانيه ويقول لك الواحد يا ريت لو انا زمان في شبابي كان عملتها. نعم. خلينا نتكلم عن الشاب و متين بتبدا نهيئ ونحن كاسر لانه لمرحله الشباب عشان ما يستفيد منها ويستثمرها كلها. نعم. نحن بمجرد ما يولد الطفل بنهتم نربي فيه حاجات نمائيه متعدده هو عايزها. بنحتاج ننمي عنده مهاراته العقليه، مهاراته التعليميه، مهاراته تحت اللغه، مهاراته الحركيه. نمو يتماشى مع عمره ومع حوجته. عشان كده نحن الشباب بيبدا النمو حقه من هو داخل رحم امه، بيحتاج ابتداء من الرعايه الطبيه الى ان يولد في ظروف صحيه طيبه. بعد ذاك الرعايه بتبدا من الام والاب والمدارس. لازم يكون في منهج يهتم بالجانب التربوي والجانب الاكاديمي. والجانب التربوي انت بتنمي سلوك وقيم واخلاق للشباب، بتظهر بعد ذاك لما الشاب يستغل ويكون هو مسؤول. بعد ذلك بيظهر المنتج حق التربيه حق اي مجتمع او اي مؤسسه. نعم. صحيح. المشكله كبيره جدا لما يكون الشاب عاطل وعنده وكيد فراغ. نعم. كبير. نعم. ويمكن دي ظاهره نحن اصبحنا بنشوفها يعني في كثير من الاسر، في الشوارع تلقي في شباب قاعدين متكدسين في الشارع، يقول لك يعني دل ما عندهم شغله، ما شغالين. الواحد لو سالتي ممكن هو ذاته يعني يكون عنده احباطات كثيره جدا من المجتمع حوله، او ما اكمل دراسته او غيره. استاذه هناء، من وجهه نظرك ومحيطك يعني اللي انت عايشه فيه، بتشوفي يعني رؤيتك لانه الشباب دي الاسباب العطاله اللي بيعيشوا فيه يعني، والفراغ اللي عندهم ده من شنو؟ والله اول حاجه افكر انه ما في طموح. خلص جامعه ما في طموح، ما في دوافع تخليه هو يفكر في مستقبله. جات الحياة ما في شيء، موبايل موفر له كل حاجة، ما في حاجة تحركه. الموفر له كل حاجة دي الأسرة. الأسرة. نعم. يعني الأسرة ممكن تكون يا أستاذة ابتسام. أيوة. أضيف برضو لكلام الأستاذة هناء، بتكون عندنا ثلاثة أسباب رئيسية بتخلي لنا مشكلة بتاعت فراغ أو مشاكل الشباب، اللي هم منها المشكلة مشكلات نفسية، قد يكون عنده قلق وعنده إحباط فبالتالي تؤدي لأزمة نفسية، ومشكلة اجتماعية هو النتيجه للفراغ اللي هو عايش فيه. فاكيد الفراغ ده بيخلي له مشكله بينه وبين الاسره، ما يكون في تحاور بينه وبين الاسره، علاقته ما بتكون جميله، وبالتالي برضه مع الجيران مع الاصدقاء. فهو من هنا بيكون بيبحث عن حاجه تشبع له. ايوه. رغباته انه كيف يقضي وقت الفراغ بتاعه، فيتجه الى اصحاب السوق فبيتعلم ممارسات اخرى.
زي ما قلت برضو المشاكل الاقتصادية اللي هو تكون في العطالة وعدم الإنتاج وما مستثمر وقته وزمنه في حاجة تفيده هو وبعدين تفيد المجتمع. صحيح، هي أسباب كتير جدا دكتورة ابتسام. يلا نحن دايرين نقول إنه نحن في نوعين من الشباب ما حنعمم، لكن أنا بلاحظ إنه الآن في بعض المبادرات من الشباب بيكونوا مبادرات شبابية لتقديم خدمات مجتمعية، مستنيرين بعض الشباب وبيملوا طاقتهم بأشياء مفيدة، وبعض اللي بيعملوا منظمات طوعية عشان ما يشتغلوا من خلالها، ودي فئة موجودة. يعني احنا ما حنعمم نقول كل الشباب، ولكن احنا نعلن انه كل الشباب بيعانوا من أزمة. الأزمة انه ما في توجه، ما في منظمات شبابية على المستوى الرسمي والغير الرسمي يقتدوا بها الشباب ديل وتكون موجهاهم وتستثمر طاقتهم. ما هو الشباب استثمار. صحيح. فأسا أي طالب تقابله ماذا بعد ما تتخرج من الجامعة، أو في قبل الشباب من سنة 19 فما فوق، ابتداء من قراءة الجامعة، أنت بتقرأها كلية وبتقرأها ليه، وهل بي رغبتك وخطتك بعد شنو وطموحك شنو زي ما قالت هنا. يعني إحنا بنحس إنه الشباب ديل مما يلدوم لحد ما يتخرجوا بيكونوا ماشيين بطريقة ما فيها قيم تربوية تخليه يكون عنده عشوائية الإرادة وعنده القدرة وعنده الفهم. في نفس الوقت بنلاحظ انه الشباب ما عاد منعزل من العالم. يعني بيجوا يشوفوا كل الشباب في العالم بيعملوا شنو وكده، فنحن بقربة من الشباب لاحظنا بدأت تكون في بعض المظاهر ان احنا قد نرفضها كمجتمع، لكن مرتبطة بالفراغ وعدم التوجيه وعدم القدوة. فبدأت تظهر كثير من المظاهر اللي بقت هسه مصدر ازعاج بالنسبة للأسر وبالنسبة لغيره، وفي بعض المظاهر المرتبطة بالتقليد. فأن إحنا لو ما ربينا في الشباب التفكير الانتقادي وملكناه الصغة في نفسه وغراره بحيث إنه مع العالم المنفتح ده يشوف الشيء المناسب مع دينه ومع ثقافته ياخده ويترك الما مناسب، الأزمة هتكون مستمرة. صحيح. يعني هتتفاقم لأكثر من كده. نعم. صحيح. الشباب يبدأ من سن 18 أو 19 سنة. نعم. إذا قلنا. نعم. لكن التربية والتوجيه داخل الأسرة لاستثمار الوقت والاستفادة منه. نعم. تبدأ منذ الطفولة. نعم. يعني من هو طفل صغير لابد أنه يتم توجيهه الحاجة الصحيحة. نعم. على سبيل المثال لو قلنا يعني في العطلة الصيفية. زمان كلنا شفنا يعني أخواننا في البيوت يعني الكبار وكده في الإجازة بيستفيدوا منها في بعض. نعم. الأشغال، يعني الواحد بيطلع مع أبوه السوق بيمشوا بيشتغلوا أي مهنة، يعني الواحد بيتعلمها في فترة. نعم. الإجازة هو صغير السن. نعم نعم. دي بيتعلم الطفل ذاته مسؤوليته، يعني هو بيشيل مسؤولية نفسه في الإجازة دي. أحيانا بيكون مثلا قدر يحصل مبلغ من المال يساعده في دراسته أو هو يستفيد منه لحاجاته الشخصية. بتربي قيم، بتربي قيم وبتنمي جوانب في شخصيتهم. يمكن هسه انا ملاحظه انه في بعض كمان حاجات جميله في البرامج الصيفيه، برامج تنمي مهارات. يمكن عندنا تجربه نحن في الحته دي، بتنمي مهارات في شخصيه الشاب، تخليه عنده قدره على التفكير، عنده ثقه في نفسه، ينمي فيه ذكاءاته. لكن واحده من المشاكل انه الاسر عندها رغبه من الاجازه الصيفيه. يعني الاسر ما بحبوا اولادهم يعجزوا، ممكن يخلون يستمروا كمان اكاديميا في الدروس الخصوصيه. صحيح. والمدارس والحياه الدروس التقويه، بالرغم انه الاجازه هي وقت فراغ ممكن يتملي بواسطه غيم واشياء من الاسره والاسره تستمتع بابنائها. لكن هسه انا ملاحظ انه بقت في فرقه كبيره جدا ما بين الوالدين والابناء وفي حوار مفقود. انا بتذكر حتى في بعض البرامج الصيفيه للاطفال من سن 8 ل 14 قلنا لهم قولوا لنا رساله للاسره، دارين تقولوا لاماتكم واباتكم شنو؟ قالوا لنا احنا اهلنا ديل ما قاعد يتونسوا معانا، ان احنا عندنا افكار واسئله في راسنا ما قاعد يجاوبوا لنا عليها وما بنعرف كيف، وكمان بيخافوا علينا، بيقولوا ما بخلونا نلعب في الشارع. بدل ما يخافوا علينا حقوا يعلمونا ندافع عن نفسنا كيف. لما لقلنا الحوار للامهات المهمهات قالوا والله الجيل ده مخه بقى كبير وفهمه كبير، بيسالونا احنا ما نعرف نجاوبه. يلا دخلنا انه الان في جاب كبير جدا بين الاجيال دي والاسر اكثر من جيلنا زمان. يعني في الفهم اتجاوزوا وتجاوزوا يعني بعض. الجيل ده ما جيل تقول له الحاجه دي حرام ولا عيب وخلاص يبطل. نحن زمان كان كده، اول ما يقول لنا عيب الحاجه دي بنبطل، لكن السلام. بعدين يعني في مقوله لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه انه احنا المفروض نربي اولادنا لزمن غير زمن زماننا، ولا مخلوق غير زمن. يعني فبالتالي احنا لازم نكون ان احنا مواكبين ونحن نخش العالم بتاعهم. صحيح. فزي ما قالت الدكتوره نرمي فيهم الحاجات ونقوم نطوره ونوريهم الشيء السالب والشيء الايجابي، ونكون في رقابه من الاسره، لكن ما الرقابه اللي هي تحد منهم شديد وتكرههم في الحاجات. فتاني برضو وقت الفراغ قد التفرغ ممكن يكون ايجابي وممكن يكون سلبي. صحيح. ايجابي اللي هو بيكون فيه نشاط وحيويه وفي ممارسه اكتساب المهارات وممارسه الهوايات. صحيح. ايوه.
وتنمية القدرات. السلبية اللي هو بتؤدي طبعا للممارسات الخاطئة اللي هو بتؤدي بدورها إلى الجرائم، تفشي الجرائم وارتكاب المعاصي وكل هذه الأشياء. صحيح. فنحن لازم نكون مدركين تماما ونشوف نحن نقدر نوجه الأبناء أولا، لأنه هم حيقدروا فيما بعد الأطفال أولا عشان هم دول الشباب الغد. بعدين بقى منطقهم عالي من الطرايف. هنادي عندها بنتها صاحبتي حلوة كده عمرها 4 سنوات، بتكون قاعده معايا هنا. امها قالت لها يا اخي دكتوره ابتسام دي بتجي تعبانه من الشغل، انت اول ما تمشي خليها ترتاح حتى تمشي لها. قالت لها يا ماما هي ما قالت لي كلام زي ده، وهي صاحبتي لو انا مضايقه كانت بتكلمني. فقالت لي العيال دي يربوهم يعني صاحبي ما خلاص ما هي صاحبتي وما قالت لي الكلام ده، خليها تقول لي قالت لي يعني طوال. انا بسمع الدهشه من الامهات انه بيقولوا لك انه الاطفال الزمن ده مخهم عالي، ما قصه انك تقول له البعاتي خلاص تخوفه، هقول لك البعاتي ده منه وشكله كيف. أيوة. وانت شفته ولا ما شفته. أيوة صحيح. يعني بيجا خطاب كبير وده كله بالتلفزيون والحاجات دي. صحيح. من شوية برضو استاذة هنا اشارت استاذة ابتسام اشارت لنقطة مهمة جدا يا هنا، اللي هي الطالب ممكن يدرس دراسة ما عنده رغبة فيها، وبالتالي لما ينتهي من الجامعة يقول لك يا اخي انا ما خلصت غير عشان ناس البيت ديل وخلاص. ده برضو طريق للفراغ يعني. كلها هتكون ما قادر يصل لهدفه لانه خلاص هو ما عنده رغبه في الحاجه اللي هو درسها. اهميه اختيار الشاب ذاته لدراسته يعني هو من البيت اذا ما لقى يروح في الاستشارين يمشوا يسالوا احنا عايزين كده، مهاراتنا في كده، حتى في الذكاء يعني لازم ياخذ يزول المجال عشان في ناس كثير بياخذوا مجالات وبقروش ويرسوا. فلازم يكون في توجيه. ده بالمناسبه تحدي كبير جدا انا لاحظته. اذكر كان في طلبه في جامعه كانوا زي 400 طالب بيدرسوا طب، كان اول محاضره حادرسها انا. صحيح. سالتهم قلت لهم الدخل الطبي رغبته منه وبأسرته وبمجموعه، الدخلوا برغبه الاسره اكثر من 3/4، وعدد قليل جدا دخلوا المجموع وعدد قليل جدا دخل برغبته. يعني شوفي دي مهنه الطب. يلا هسه انا الليله دي جاتني استشاره، واحده قالت انها هي ابوها عندها 3 اخوان، 2 مهندسين وواحد طب في درسة اداب. قالت ابوها منجضه بانه طوال يقول لهم بس دي فشلت درست لي اداب. قالت قدام الناس بيحرجها في اي حته، بيفتخر بايديك وكده. دي برضه مفاهيم يا اخواننا خاطئه، المفروض حق المجتمع السوداني خليها. صحيح. اول شيء نحن الوظائف المستقبل زي ما قالت ابتسام، وظائف المستقبل مختلفه. صحيح. يعني نحن بس الزول الناجح ده يدرس طب يا هندسه، دي بالمناسبه خالقه ازمه للبيدرسوا طب وهندسه بدون رغبه وللبيدرسوا الكليات الثانيه الرغبه ذاتها. على فكره الواحد لما يدرس الحاجه اللي هو رغبه فيها بيبدي فيها وبيقدر بيواصل فيها مشواره العملي المستقبلي. اكيد نحن بنتواصل معكم دكتوره ابتسام وهناء وابتسام مع كل مشاهدي متابعي حلقتنا اليوم من برنامج ست البيت. انتظرونا مشاهدينا الاعزاء عقب هذا الفاصل وحنرجع مره ثانيه. مرحبا بكم من جديد كل مشاهدي ومتابعي حلقتنا اليوم من برنامج سبت البيت نبض البيت، وما زلنا بنتواصل معاكم في حضرة الدكتورة ابتسام محمود وضيفاتها كمان أستاذة ابتسام وأستاذة هناء. مرحبا بكم من جديد، ونتحدث عن الشباب وكيف نستفيد من مقدراتهم ومن طاقاتهم، كيف نوظفها التوظيف السليم. أستاذة ابتسام عندك مواصلة لحديثك. يلا كنا نتكلم عن الحتة بتاعت الاختيار وأهمية الاختيار والقابل بين الاسره بقت وفي الفهم وكده. عندي بنتي جات لي ابوها قالت لي يا ابوي انا قررت اقرا انفورميشن سكيورتي. قام قال لا يا اخي دي ما في داعي تقري، دي انت شاطره ومميزه اقري هندسه او طب. قالت لي انت عارف انفورميشن سكيورتي يعني شنو؟ قال لا ما عارف. قالت لي طيب انت لما تعرف وتكون عندك معلومات تعال ناقشك. يعني ده المستوى برضه ما قدر بعد الحوار. يلا ده المستوى. بالنسبه للفراغ والطاقات والخريجين والما خريجين، دي بالمناسبه قضية كبيرة جدا وقضية مجتمعية لابد انها تتوجد لها حلول. أول حاجة دايرين نشيل ثقافة تبخيص المهن. يعني الناس تاخد في ذهنها إنه أي زول ينتهي المهنة طالما حلال. صحيح. يعني أنا بلاحظ في الازدواجين السوداني هنا في السودان ما بيشتغل، لكن ممكن يمشي يقرا في بريطانيا في أمريكا يشتغل يشتغل. أيوه بشهادته وشغل ما عنده علاقة بدراسته ممكن يدرس في نفس الوقت. فنحن أول حاجة دايرين نشيل المفهوم بتاع إنه ما في مهنة إلا المهن الما أخلاقية. أي مهنة شريفة. فأي إنسان قادر لأنه يعمل بحث سنة 18 لو هو خريج أو ما خريج يجب انه خد مبدا انه لابد انه يكون بيدخل ما يكون مستهلك. يعني لابد تتغير الثقافه. يمكن السودان البلد الوحيده في العالم الزول فيها ما بيشتغل بياكل وبيشرب. يعني نحن التربيه الاعتماديه حتى الاسر تشجع اولادها على الشغل،
يشتغلوا في مطعم، يشتغلوا في ترحال، يشتغلوا سواقين، يشتغلوا مدبرات منزل. نعم. أيوة رزق حلال. رزق حلال. أيوة. بيكون الفهم، وكل وظيفة يشتغلها شاب هي بتثقل شخصيته وبتدردحه. اشتغل طلبة، اشتغل مع البنات، والناس ذاتها تتخلص من حتة السخرية من بعض، من انه انت شغال كده بسيطة وانت ما تعمل كده عشان ما تبقى زي ود فلان وما تمشي معه فراغ برضو بتنين. صحيح. انت عارفة جنبنا واحد في محل شغلنا هناك بغسل العربات، أسجار رفع سعر بخمسين جنيه بغسل العربية. انت عارفة الزول ده في اليوم بغسل 20 عربية. انا جربت اسيب وظيفتين في الغسل معه. يعني حتى الناس اذا ما يعني جانب المادي يعني في وظائف كثيرة بتجيب رزق وكده. في اسا انا مشروع بتمنى انه القى جهة تتبناه للشباب ولمشكلة حقيقية نحن نعاني منها، اللي هي مشكلة القمامة هنا في الخرطوم. يعني الزبالة والوسخ بقت مشكلة حقيقية. وفي مستثمرين بيجي السودان والقمامة بقت استثمار. تخيل الخرطوم بيجي مستثمر ويشتغل في التدوير بتاع القمامة وعملوا 5-6-7 مصانع، تفتكري بيستوعبوا كم؟ عدد كبير جدا طبعا. يلا ما يكون في حياة يبدو. صحيح. الناس من الفرز. صحيح. الطلاب يبقوا يفرزوا الاشياء دي وكده. طيب في مشاريع الان في هجرة شديدة جدا من مناطق الزراعة للخرطوم، في شغل عامة. صحيح. ليه ما تكون في منظمات شبابية في الحصاد ياخدوا كميات من الشباب يودون يشتغلوا ماشي. انا احكي لك حاجه طريفه، انا كنت عينت لي غفير كده في واحده من مؤسساتي دي، زول ممتاز وعلى خلق بطريقه ما عاديه. جا قال لي بس بشتغل 4 شهور وانا مسافر لطق الصمغ في الغرب. نحن محتاجين له، قلنا نقول له خلاص اقعد معانا بنديك قروش وكده. قلنا له انت هناك بتدوب كم؟ بيمشي 3 شهور بياخد 80 مليون. يا سلام. قلت له نحن حنمشي معاك. استاذ دكتور ابتسام يعني بعد شويه عندي حتكون عندك صعبه، حتكوني صعبه مهن كثيره. وكلامك طيب، لكن اهم حاجه في الموضوع اللي انت بتقولي فيه ده اللي هو يعني الانسان يكون متصالح مع نفسه والمجتمع. صحيح. وزول مجتمعي ويكون نفسيته سليمه جدا. وده بيقودنا لاهميه تعزيز الصحه النفسيه بالنسبه للشباب يا استاذه ابتسام. نعم. الصحه النفسيه بالنسبه للشباب شيء مهم، وهي على الشعار زي ما ذكر الدكتور ابتسام في هذا الشهر ان شاء الله في اكتوبر. فالشاب ذاته لما يكون متصالح نفسيا مع نفسه بيقدر يدي وينتج يعني عطاء كبير جدا جدا. فنحن لازم نكون يبادوا بالمشاريع حتى لو كانت المشروعات البسيطه الخفيفه، فهم يضعوا البصمه بتاعتهم، لانه حقيقه يعني الامه تنهض الا بالشباب يعني. والغزوات يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قادوها الشباب يعني. فنحن نقتدي بحاجه زي دي، وهم عندهم طاقات كبيره، طاقات ممكن تتفجر وتنتج اشياء جميله وتقدم لنا السودان، بتقدم بهم باذن الله تعالى. فيكون في شيء من الابتكار، شيء من التفكير، شيء من الامل، شيء من التصالح بينهم وبين نفسهم، حتى يستطيعوا واثقين من نفسهم يكونوا، حتى يستطيعوا انه يعني ينجزوا وقتوا. حتى اذا نقول انه يعني كان في محاوله والمحاوله ما نجحت فما يأسوا، يهبط فما يأسوا، لازم يعيدوا تجربه ثاني وثالث وثالث. وان شاء الله يعني نقول صحه نفسيه جيدة بالنسبة للشباب إن شاء الله. عنوان أو شعار هذا العام منظمة الصحة العالمية، الصحة النفسية للشباب في زمن متغير. نعم. نعم. شنو الصحة النفسية للشباب في زمن متغير؟ الإنسان المتعافى نفسيا هو الإنسان الواثق من نفسه، اللي عنده قدرة على العطاء، الإنسان المنتج، اللي عنده قدرة على العمل وقدرة على الحب ومتسامح مع نفسه. هل نحن الأساليب التربوية والمجتمع وثقافة الإنسان بتخرج لنا إنسان كده؟ عشان كده الدعوة الآن ليه؟ لأنه الضغوط اللي عايشين فيها الشباب والزمن المتغير ده أفرز كثير من الاضطرابات النفسية. قالوا إنه 20% الآن من العالم من الشباب هم بيعانوا نفسياً. يا ربي في السودان بيكون 20% من العالم. يا ربي في السودان بيكون كم؟ ما معروف. يعني مش كده طلعت، والله طلعت إحصائيات كانت مخيفة في بعض الدراسات، قالوا 65% من طلاب مرحلة الأساس بيعانوا من الاكتئاب. ده كان في دراسة اتنشرت في مركز في مؤتمر الصحه النفسيه عملوه الاطباء النفسانيين، وانه قالوا في نسبه كبيره جدا من الانتحار وسط الشباب من سن 15 لسن 25. فدي كلها مؤشرات للصحه النفسيه اللي لابد ان الناس تقف فيها وتعرفها. الاستشارات النفسيه مهمه جدا بالنسبه. نعم. للشباب. نعم. هل في ما يعيبه؟ يعني زمان مجتمعاتنا السودانيه كان من الصعوبه ما كان انك تمشي لطبيب نفسي عشان تاخذ منه استشاره. لكن احنا الليله عايشين في زمن متطور، في زمن متحضر ومتغير، فمن السهوله انه الشاب يمشي لا الناس لازم تفرق ما بين الاستشاره النفسيه والطبيب النفسي والمستشفى الطب النفسي. دي ممكن يمشوا ليها المرضى.
لكن الاستشارة النفسية هي تخصصات عمر طبيعي عادي جدا يعني. دار تتزوج تاخذ دورة في كيف تعيش حياتك الزواجية، دار تنتهي مهنة محددة، تمشي تقيس قدراتك وتشوف ميولك المهنية او اصعب عندك موضوع يعني بعض مثلا من حاجة التربية برضه هنادي غلطه مستقبلية مجانية، لاقي استشارات في البيت مجانية. مستفيدة يا هنا من الآراء اللي بتسمعي من الدكتورة ابتسام، استشاراتها سهلة الحياة تربية سهلة. لما أنا أرجع وأشوف التحديات اللي أنا حلاقيها بلقاها خلاص، لما تكون عندي وأجي أرجع لها تسألني أرجع أتعامل معاهم يعني الحكاية سهلة شيء. حتى الناس كلهم تشكي من أطفال أنا الحمد لله ولا صغير ولا في المدرسة ولا برجع سهلة. التعامل معهم بقى سهل. سهل. مثلا حسب خطوات محددة. يلا مثلا جبتها في ثالثة ابتدائي. فمن أولى يلا خلاص يقدر تقول تعمل حركات جيلة. جيل الشباب ده. دور تقول تقرأ اليوم تقرأ وتنا ما تقرأ. بس خليها تتعلم تقرأ وبعد ذاك علمها تقعد برا تقرأ. لما ما تكون عارفة حاجة تجيكي. كده لما هي تقرأ برا بتثق في نفسها. صح. حتى في العيد تلمت مع عائلاتها هنا كلهم بيعانوا من انه اليوم كلهم يدروا في الاولاد. دي برضه واحده من المشاكل. صحيح. انا بتكلم عن حته مهمه في حته الشباب ومشاريع الشباب المنتجه، يعني هسه في بدهم قرض عشان يشتغلوا كده، لكن بلاحظ انهم لانهم ما عندهم ثقه في نفسهم، ما عندهم الصحه النفسيه بيتكلم عنها دي، وما بيعرفوا يديروا وقتهم. يعني احنا هسه مثلا اداره الوقت وعدم احترام الوقت ده مشكله حقيقيه. فإذا انت عدوك مشروع ودي 10,000 ما قدرت خلال الشهر ده دورت فيه ال 10,000 اللي متى تنقص الشهر الجاي. صحيح. دارين الإيقاع السريع، إدارة الوقت، التعامل بفهم أكثر بالتخطيط يكون عنده مهارة. كيف نوصل اليوم احنا الفهم ده والرسالة دي نوصلها للشباب عن طريق شنو؟ عن طريق كل المؤسسات الشبابية الموجودة، عن برامج التدريب، المناهج المدرسية، عن طريق المعلمين، الإعلام. دراسة المشروع ذاته تكون من ضمنها إنه يكون في إدارة والاعلام طبعا عنده دور كبير. اكيد طبعا واحد من مؤسسات التنشئه يعني. صحيح. الاسر الاساءه الكثيره تعاطل انت ما بتكفاك يعني بتاثر ما سمعوا كلام كثير بالضغوطات اللي ممكن تكون في البيوت، خاصه انه يعني في زمن ده الام والاسره بقت ما بتربي بلا في بقت يعني جهاد اخرى يعني زي التلفون. الواحد تلقيه واتشاب عمره 18 او 20 سنه شايل تلفونه ومساهر فيه لحد قريب الفجر كمان دي ويصحى الساعه 2 ظهر او الساعه 3 وما عنده حاجة يعني، هو مخلص جامعة ويقول لك أنا ما عندي حاجة وفي إجازة طويلة من الثانوي على بال ما ينزل للجامعة ممكن يقضي فيها أيام ساعات طويلة جدا يعني، ويكون شايل التلفون يأثر على نظره على تفكيره. يعني الشباب نحن كمان عندنا مشكلة في المهام المنزلية دي. يعني ممكن يكون الشاب عاطل إذا الماسورة خير بتمشي تجيب السباكة، السباكة أشطر منه بشنو؟ لما أنت تكون تدير بيتك هنا حتى أنت لو شاب الحاجة بتخسر تمشي تصلحها، قصة إنه ينوم للظهور والحاجات دي كلها حاجات سالبة خاصة لو عنده أخوات في البيت. نعم. الاحتمال على اخوات والحاجات. بعدين الحته المهمه برضه نديها مساحه انه التعلق بوسائل التواصل دي كمان قللت عندهم مهارات التعامل الاجتماعي والقيم الاجتماعيه. ممكن الواحد يكون قاعد في الموبايل وجاره مات وماشيين الجنازه لا لا وما قادر تعمل جنازه. نعم. طيب بالنسبه لكم انتم رسائل ممكن توجهوها لكل الشباب لكل الامهات لانه هم يوجهوا اطفالهم ديل او شبابهم الموجودين الشباب اللي عندهم في البيوت لانه يستثمروا اوقاتهم لانهم يكونوا شباب فاعلين في المجتمع عبر شنو وكيف ويتجهوا من لمنو البدايه نقطه البدايه تكون من وين؟ نعم. انا اول حاجه داير اقول انه الاسر يصادقوا اولادهم ويتحاوروا معاهم ويشوفوهم يفكروا كيف ويشوفوا طموحاتهم شنو. الحوار يبدا من الطفوله. من الطفوله، من ما الطفل يبدا يعرف يتكلم انت اساله واستشيره وخيره دائما عشان تنمي عنده مهاره اتخاذ القرار. يعني القمع والتخويف والترهيب والسيطره في الاعراض دي المفروض من البدايه الناس تشتغل على تخير الطفل، تشجعه على انه يشتغل اي شغل ممكن، تشجعه في الحته دي ومشروع العيب وتغيروا المفاهيم اتجاه الشغل وياكلوا الكلام النابي. يعني لما تقول انت ما ناجح تاني ما حينجح عمره كله، تقول انت بليد تاني خلاص. يعني انا شفت الاف الناس الفاشلين في حياتهم والناس المضطربين نفسيا بسبب كلام نادي قالته الاسره، لان الطفل ما بيعرف نفسه، بيعرف نفسه من خلال الاراء اللي حولك. اراءك سالبه السلوك سالب. ودار اقول للاسر كلام مهم، اذا قلت لطفلك كلمه واحده ناديه دي دراسه عملت قلت له بليد
انت محتاج تقول 1000 كلمه ناجح عشان تمسح باليد دي. تقدر على ده؟ يا سبحان الله. طبعا من الصعوبه ما كان انه الواحد يقدر يصحح غلط هو ارتكبه في لحظه بتاعت زعل، من الصعوبه انه يجي ويرجع للحته اللي كانوا واقفين فيها. برضه اتفضل استاذ ابتسام. باكد على كلام دكتور ابتسام انه الاسره برضه عندها دور كبير وفعال جدا جدا بالنسبه لفراغ الشباب وكيف انه يقضوه. فمن البدايه لازم يكونوا هم يربوه على وعي بمتطلبات الحياه ان شاء الله، حتى يكون هو متوازن نفسيا ومتصالح ان شاء الله مع نفسه. وثانيا برضه ما يكون عنده دور في انه الحمايه الزايده وتخليه لا وما تشتغل وخليك مرتاح وتوفر له كل الحاجات وانت ما في حوجه للعمل. لا ده احنا نشوف انه هدر للوقت وهدر للطاقات، يعني ممكن هو يتوجه لحاجات سالبه في حين ممكن التوجيه يكون توجيه ايجابي والامه تستفيد من الشباب. صحيح، ومهم جدا كمان القدوه برضه يا دكتوره ابتسام. انه معظم الناس اللي بنعرفهم في حياتنا من حولنا عندهم ناس اقتدوا بهم داخل بيوتهم واستفادوا اكيد من خلال تربيتهم لهم، سواء الاب او العم او الجد او ما شابه داخل الاسره. انا بحييكم تحيه كبيره دكتوره ابتسام محمود واستاذه هناء صديق وابتسام سعدتي، لكم الف تحيه. شكرا على النصائح الجميله والكلام الطيب. ان شاء الله كل شبابنا يكونوا يستفادوا منه، والامهات يعني ستات البيوت نحن بنستهدفهم عبر البرنامج ده يكونوا يستفادوا منه، وكل ام عندها شاب داخل البيت تبدا معاه بالحوار وتعرف متطلباته وتعرف هو الحاجه الناقصه وشنو وتبدا تكملها معاه. وبالتاكيد يعني الانسان هو جوهر بناء الحضارات، لابد من انه الناس تستفيد من طاقاته، والوقت الفراغ المهدر ده الناس تحاول توظفه في حاجات مفيده له. شكرا لكم كثير. شكرا على الضيافه دكتوره ابتسام. شكرا لكل مشاهدينا في حلقتنا اليوم من برنامج ست البيت نبض البيت، لحد ما نلاقيكم في حلقه قادمه في امان الله.